يلا. حتى لو جات وطقت يعني قرش حرام في ايدك تصرف فيه فحرام بقى. يعني ممكن تجيب بيه تعشيش، تجيب بيه قزازة بيه. والله يا باشا تسلم، والله يا باشا، والله يا تسلم. هذه رابع مرة يا أخي، عاملوها رابع مرة دي يا أخي. خلي عم بيجي يا لا أربعة، ما فيش اثنينات يابا، وأنت فاهم.